أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا. الهم الاقتصادي، الدين العام، الموازنة، تخفيض العجوزات، السياسات التقشفية، الضرائب، كلها يمكن مفردات يعني كل شخص يعني يعيش على أرض المملكة الأردنية الهاشمية بغض النظر عن فئته العمرية وأيضا ثقافته ودراسته بتحدث عنها اليوم. سعداء جدا يكون معنا الخبير الاقتصادي الأستاذ مازن رشيد حتى نفهم أكثر وحتى نعرف هل بالفعل هذه السياسات الاقتصادية الصعبة جدا اللي ضيقت الخناق على المواطن راح إن شاء الله يعني يكون لها أثر إيجابي ولا العكس قد يكون صحيح، وحتى نعرف بجزئية مهمة لها علاقة بالبنك الدولي وهذا القرض الميسر اللي تحدثوا عنه بالرغم من عدم الإفصاح عن تفاصيله حتى اللحظة. كل التفاصيل مع الأستاذ مازن رشيد. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم، يسعد صباحكم جميعا. قبل ما نحكي عن القرض الميسر خلينا نفهم سياسة البنك الدولي، ما الذي أوصلنا إلى ما نحن عليه الآن من تبعية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي؟ هلأ أنا بغض النظر عن المصطلحات اللي إحنا دائما بنسمعها، أولا ممكن يكون إحنا قلنا يكون للبنك الدولي شروط محددة لكل من يقوم بالاقتراض من خلاله. نعم. طبعا مثل أي مؤسسة دولية تقوم يعني تقديم تسهيلات واقتراض لدول أو مؤسسات لديها شروط معينة، وبالتالي طالما إحنا فتحنا باب الاقتراض من البنك الدولي معناته يجب أن نلتزم بشروطه وسياساته اللي إحنا كدولة يجب أن يعني نمر فيها وأحيانا تكون موجعة ومؤلمة. نعم. على المواطن. متى فتحنا هذا الباب ولماذا؟ هل كنا بالفعل بحاجة لهذا الباب؟ إحنا فتحنا يعني من حوالي أكثر من عقدين تقريبا، في منتصف التسعينات من القرن الماضي كان هنالك عملية إصلاحات، كانت الدولة تمر بمرحلة اقتصادية صعبة خصوصا في نهايات الثمانينات. نعم طبعا نعرف الوضع الاقتصادي كان متأزم وكان أسوأ من الآن على فكرة، يعني كانت نسبة المديونية من الناتج المحلي الإجمالي بتتجاوز 200%، هي اليوم حوالي 95%. نعم. وبالتالي كانت أول عملية يعني طرق باب البنك الدولي وصندوق النقد الدولي أيضا من أجل القيام بعملية إصلاحية كانت في البداية 3 سنوات استمرت في منتصف التسعينات وكانت نوعا ما ممكن نقول أنه أخرجتنا يعني من مآزق الوقت يعني نكون منصفين الحقيقة، أخرجتنا من دوامة الأوجاع الاقتصادية اللي كنا بنمر فيها كدولة وكمواطنين. نعم. لكن حتى يعني قمنا في منتصف يعني القرن العقد الماضي أيضا قمنا باستشارة البنك الدولي وقمنا بإصلاحات كدولة كحكومة نتكلم واستمرت 3 إلى 4 سنوات تقريبا. طبعاً كان لها نفس الأثر تبع التسعينيات؟ لا كانت أقل تأثيراً نوعاً ما، كانت في مشكلة فيما يتعلق بالمديونية عملية إصلاحات اقتصادية محددة، لكن طبعاً عملية الاستشارة أو عملية طرق باب المؤسسات الدولية بما فيها بنك الدولي لا تكون يعني بشكل مجبر، إحنا مش مجبرين على ذلك، إحنا كل دولة لديها سيادة، من المفترض يكون لها سيادة فيما يتعلق باقتصادها في القرارات اللي بتتخذه، وبالتالي أنا ما بشوف أنه يعني عودة على سؤالك أنه هل كان لدينا خيار؟ هذا هو السؤال، غير البنك الدولي. في دول الحقيقة مثل تركيا، أنا بتذكر قبل حوالي 2 عامين كان أردوغان بيحتفل أنه قام بتسديد جميع ديونه على هذه المؤسسة تحديدا والمؤسسات الدولية، لكن لا يعني ذلك بأنه قام بشطب كل ديونه أو تسديد كل ديونه الداخلية أو من ضمن مؤسسات أخرى أو دول أخرى، لكن دائما إحنا لا يجب أن نميز، يجب أن نميز بين أن يكون عندنا مديونية داخلية يتم الاقتراض من خلال البنوك. صح. المحلية أو من خلال سندات محلية. صح. أو من خلال قيامنا بطرح سندات مثل اليورو بونز، شراء أو بيع سندات أجنبية إلى الخارج، لأنه بهذه الحالة كلما كانت الفجوة متقلصة بين المديونية المحلية والمديونية الخارجية كلما يعني أصبحت نوعية الديون اللي على الدولة بتصبح خطرة أكثر، لأنه إحنا بيكون لنا التزامات على دول أخرى ومؤسسات أخرى بما فيها البنك الدولي بيشترط علينا أنه نقوم بإصلاحات محددة حتى يقوم بتقديم قروض هم يسموها ميسرة
قد تكون لفترة زمنية طويلة حتى يعني يحين وقت سدادها، قد تكون نسبة الفائدة يعني منخفضة نوعا ما. لكن احنا شفنا ايضا السندات اللي تم طرحها، سندات اليورو في لندن كانت الفائدة مرتفعة الحقيقة، تجاوزت 7% وكانت من اعلى نسب الفائدة اللي تم طرحها في السنوات الماضية. وبالتالي هناك تكلفة يجب احنا كدولة عندما تقوم بالاقتراض من خارج نأخذ بعين الاعتبار نسبة الفائدة والأجل اللي مسموح لنا كدولة أنه عند حين وقت السداد تحديدا. نبسط المفاهيم صح، ويعني خلي اسمح لي أسألك بهذه، أسأل حضرتك بهذه الطريقة، صح أم خطأ أن صندوق النقد الدولي بما أنه إحنا الآن يعني اقترضنا منه يجب أن يعني نعمل سمعا وطاعة لكل سياساته ولكل القرارات اللي بفرضها على الأردن، صح أم خطأ أنه هذه السلسلة اللامتناهية من ارتفاع الضرائب على حتى سلع أساسية هي من جراء يعني فرض سياسات البنك الدولي علينا؟ لا، هلا هو كلمة فرض ما في شيء يتم فرضه على أي دولة. وصرحت البنك الدولي ومؤسسات أخرى، صندوق النقد الدولي قام إحنا لا نقوم بفرض أي شيء على الأردن طالما موضوع عن الأردن، لكن هو يعني هي نقدم مشورات نصائح طالما أنه بدأت بعملية الإصلاح، لكن لا يعني ذلك بأنه يجب أخذ كل كلامه حرفيا وتم تنفيذه على أرض الواقع. لكن إحنا دائما نسمع المشكلة عندنا إحنا هون بالأردن أنه دائما كلمة الإصلاح الاقتصادي أصبحت مرادفة لرفع الضرائب. هل هو الإصلاح الاقتصادي يجب يعني دائما كلمة إصلاح اقتصادي كلما يتم يعني نطق بها يصيب المواطن الأردني بالخوف والهلع بأنه بالفعل يعني أنه تعودنا على عملية رفع الضرائب، عملية رفع الدعم على سلع محددة، سلع أساسية. يعني الخبز. أنا بتذكر كلمة الخبز، رفع الدعم الخبز كان مع أنه صندوق النقد الدولي كان معارض. معارض لأسباب بجوز إحنا ما مختلفة. بدنا نحكي فيها هلأ. لكن كان واضح بأنه عملية رفع الدعم والإصلاح الاقتصادي للأسف دائما ما بتشمل عملية رفع الدعم عن مواد أساسية، ليست فقط الخبز ولكن نتكلم عن 165 سلعة. مزبوط. ليش البنك الدولي موافق على رفع الدعم على 165 سلعة ولكن استثنى الخبز؟ ولم لاحظي لم تقم الحكومة بأخذ هذه المشورة. وإذا كان هنالك فرض كان المفترض أنه لا تقوم الحكومة برفع الدعم عن الخبز، ولكن في أسباب قد تكون مرتبطة باللاجئين السوريين، في أجندات سياسية أيضا يعني كان ولا قد تلقى نوع من الضغوط من المانحين الدوليين طبعاً. أنه يجب قولوا للأردن اللي أنتم أيضا تقدموا تسهيلات لها بأن لا تقوم برفع الدعم، سوف تقوم ب يعني وضع ضرر على بعض اللاجئين، ونحن نعرف الأردن مستضيف الأعداد كبيرة من اللاجئين. طب يعني من خلال هذه السلسلة من الارتفاعات 164-165 سلعة، وإحنا عم نلاحظ حتى على مستوى شخصي إنه وكأنه في انخفاض للقوة الشرائية وللاستهلاك بالنسبة للمواطن. صحيح. هذا كمان قد ممكن يضر بالاقتصاد الوطني؟ يعني ودي بالفعل كان في علاقة طردية ما بين هذه الارتفاعات في الضرائب والقوة الشرائية، يعني تأثيره مباشر بشكل كبير. يعني إذا نرجع لعام 2006 إلى اليوم، طبعاً إحنا بدنا نحكي بمصطلحات تكون مفهوم، كان معدل التضخم لما نتكلم عن تضخم معناته مدى ارتفاع الأسعار بالمتوسط يعني سلة محددة من السلع. صح. تشمل النقل والاتصالات وخدمات أخرى والغذاء والمحروقات وغيرها. نعم. لما ترتفع معدل التضخم من عام 2006 إلى عام 2017 بنسبة تصل إلى 47%. 47% يعني شو معناته؟ معناته كأنه الدينار الأردني فقد قيمة 50% من قيمته. يعني هي 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 بالفعل كذلك، لأنه لا يمكن قياس، بتتكلم عن القيمة الشرائية مقابل ماذا؟ يعني القيمة الشرائية احنا بنتكلم عن عملة اللي هي الدينار. طبعاً. لما تفقد قوتها الشرائية بمعنى انه ارتفع معدل التضخم خلال 12 عام 47%، معناته القيمة الشرائية للدينار تراجع بنسبة 47%. اتفق معك تماما. طبعا النقطة اللي بدنا يعني عادة احنا لما نتكلم انه القوة الشرائية للدينار تراجعت خلال ال 12 عام الماضية، يجب ايضا ربطها بالرواتب والمعاشات. دخول.
دخول المواطنين بقيت نوعا ما ثابتة، بغض النظر عن الكلام اللي دائما بنسبحه بأنه تم رفع الحد الأدنى للأجور. شو 190 دينار؟ 190 أو 180 دينار. طب فما ماذا عن دخله 300 أو 400؟ هل معناته أنه وضعه جيد؟ هل إذن الأخبار اللي بنسمعها دائما بأنه الأردن أو عمان من أكثر عواصم العالم غلاء في المعاشي، هي إيه معلومة صحيحة. يتم قياس معدلات التضخم، يتم قياس سلة من السلع والخدمات الموجودة في العاصمة ومدن الأردن ومقارنتها مع عواصم أخرى طبعا حسب كل دخل مواطن في هذه الدول تحديدا. وبالتالي نعم يعني هنالك تداعيات مباشرة، كلما كان هنالك عملية رفع للضرائب، كلما كان هنالك عملية لرفع الدعم عن سلع أساسية في الأردن، كلما أثرت على القوة الشرائية للمواطن، وكلما أدى أيضا إلى رفع معدلات التضخم. طبعاً. معدلات التضخم مزيد من العجوزات يعني. نعم التضخم يعني بمثابة يعني مرض خبيث. نعم. للاقتصاد. تعرف يعني دائما في هذا التخوف من كثير من الأشخاص إنه تحرير الدينار عن الدولار، بالرغم من إنه فعليا واللي شايفينه من 12 سنة قيمة الدينار عم تنزل، ولكن ما إنه أتيت على ذكر الدينار وقيمته يعني الفعلية، هل بالفعل هنالك تخوف؟ هل بالنهاية الحكومة ستتخذ هذا القرار وتحرير الدينار عن الدولار؟ لا أنا ما بتوقع أنه هنالك توجه، لا حتى من خلال مشورات الصندوق البنك الدولي أو المؤسسات الدولية أخرى، ولا حتى هنالك يعني توجه من قبل الحكومة. عادة الدول اللي تقوم بخفض قيمة عملتها المحلية لما تكون دولة مصدرة إلى الخارج. إحنا يعني للأسف مستورداتنا بتشكل 3 أضعاف صادراتنا. صح. الصادرات العام الماضي ارتفعت 1% مقابل 7% ارتفاع المستوردات. لما تكون عندنا قوة تنافسية، لما تكون عندنا صادرات بالمعنى الحقيقي، أكيد رح نستفيد من قيمة، لأنه بتصير كلفة الصادرات أقل للدول اللي بتستورد. نعم. منتجاتنا وخدماتنا بشكل عام. السؤال أخير قبل ما نحكي شوي عن القرض الميسر، يعني لأنه إحنا مهدنا له كتير، هل بالفعل هذه القرارات كلها كما تدعي الحكومة، احتمال مش ادعاء يعني سامحوني على استخدام المفردة، رح تخرجنا من عمق الزجاجة ومن هون لنهاية 2019 ولا كلها حبر على ورق؟ يعني هي عملية بجزء مصطلح عمق الزجاجة بجزء إلنا عقدين من الزمن. يعني ندخل داخل العنق واحيانا يعني من داخل عميقا جدا، واحيانا بنضلنا حوالين هاي المستويات، لكن لا يبدو باننا احنا قادرين على خروج من عنق الزجاجه طالما الادوات اللي بنستخدمها في الاصلاح الاقتصادي هي رفع الضرائب، رفع الدعم والاقتراض من الخارج. طبعا. انا بتذكر كان تصريح لرئيس الوزراء الحقيقه قبل حوالي عده ايام بانه كان هنالك انجاز، بانه نسبه المديونيه كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بقيت ثابتة، لكن تتفاجئي بأنه الديون الأجنبية من ارتفعت 1.5 مليار فقط. نعم. العام الماضي. نعم. يعني هو تكلم كنسبة من الناتج المحلي، ولكن حاول تجاهل أنه كرقم مطلق الديون لا تزال مرتفعة. صح أن وتيرة الارتفاع بدأت تخفض أو تنخفض نوعا ما خلال العام الماضي، لكن لا تزال يعني الأدوات هي نفسها لم تتغير، الاقتراض من الخارج، وللأسف إذا لاحظنا يعني هيكلة المديونية اللي هو الهدف الرئيسي من عملية الاقتراض من هذا القرض، هو هيكلة المديونية اللي بتابع المديونية الإجمالية اللي على الأردن الحقيقة بيشوف انه الفجوه بين الديون الخارجيه والديون المحليه اصبحت قليله جدا. وهذا الخطير، وهذا الخطر، لانه ذكرت في بدايه الحوار بانه احيانا بيكون هنالك شروط، ده اي شركه اي مؤسسه دوليه تقدم تسهيلات لدوله لديها شروط محدده، حتى محليه، حتى لان حقها انه تحفظ يعني حقها، تحفظ حقها انه يكون هنالك عمليه لسداد هذه الديون. نعم. وبالتالي أنا بشوف أنه يجب تغيير هذه الأدوات، يجب التركيز على أدوات أخرى، الاستثمار الأجنبي، بدل من أن يكون هدفنا فقط ديون خارجية وديون أجنبية، لا، خلينا هلأ لاحظنا جلالة الملك إلى الهند، وفد أردني ذهب إلى أفريقيا، إلى قطر قبل عدة أيام، أعتقد هيئة الاستثمار أو غرفة التجارة والصناعة
احنا يجب ان نركز على هذه الامور. الاستثمار الاجنبي صح انه في احنا في منطقة ملتهبة امنيا تضررنا في السنوات السابقة، لكن مع الفتح يعني فتح الحدود تدريجيا مع العراق، نوعا ما في سوريا هناك نوع من الاستقرار الامني ولو في مناطق محددة قريبة من الاردن، يجب ان نستفيد من هذه الاخبار من اجل البدء في عملية جذب استثمارات اجنبية الى الاردن. هل هذا القرار الان تحديدا بالنسبة لهذا القرض الميسر بسبب تغطية يعني اسمه طويل يعني تغطية الفجوة التمويلية وإعادة هيكلية أو هيكلة المديونية في مكانه، هل هو تنمية، هل هو إصلاح، أم هو تخبط كما تم التخبط أيضا؟ هو إصلاح بالمعنى يعني الإصلاح بالمعنى الحقيقي ليس إصلاحا، لأنه أي مواطن يقوم بالاستدانة من بنك مثلا وحان وقت سداده، شو بيعمل وما عنده هالموارد المالية ليقوم بسداد هذه المبالغ، ماذا يقوم؟ بيقوم بالاقتراض من مؤسسة أخرى طبعا لسداد قرض سابق. وهذا اللي عم بيصير الحقيقة. عام 2018 هي عام يعني على الحكومة واجبات فيما يتعلق بتسديد ديون كبيرة. وعملية الاقتراض أنا بتوقع الحقيقة أن عملية الاقتراض هي الأخيرة يسموها ميسرة من البنك الدولي، هي من أجل سداد ديون حان وقت سدادها من طرف الحكومة. إعادة جدولة يعني إعادة جدولة. أنا أتمنى، أنا ما قرأت تفاصيله حقيقة فيما ما تم الإفصاح عن الكثير من المعلومات. لا توجد يعني إفصاحات، لكن سوف يتم الإفصاح عن تفاصيل هذه القروض. أنا بتمنى أنه تكون ما تكون نسبة الفائدة مرتفعة. أتمنى أن تكون نسبة السداد طويلة الأجل ما تكون قصيرة، أنه كلما كانت قصيرة الأجل كلما يعني اضطرت الحكومة ترفع الضرائب، كلما اقتربنا من عملية سداد هذه الديون. سؤال أخير، كثير نتحدث عن التهرب الضريبي، يا سيدي بلاش مكافحة الفساد هلأ، ولكن تحديدا ملاحقة المتهربين ضريبيا وخاصة بالأموال الطائلة جدا. صحيح. هل بالفعل هذا الشيء لا يمكن إنجازه الآن؟ يعني هل لهذه الدرجة من الصعوبة إنه ما نلاحق المتهربين ضريبيا، ولا قد لا يكون البعض لا يملك الإرادة؟ لأنه لا طبعا هلا الإرادة إذا ما كانت متوفرة أكيد ما رح نتحرك ولا نقطة من هون. أنا بتذكر قبل حوالي 4 سنوات كان في إيطاليا، إيطاليا أيضا تعاني من مشاكل فيما يتعلق بالفساد. في 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 يوم واحد وفي عام واحد قامت باسترجاع 10 مليار يورو، وهذا الخبر موجود على جوجل الحابب يعني يعمل سيرش عليه. حتى بالسعودية بغض النظر عن الأسباب. نعم. رجعوا يعني الكثير. هل كانت الإرادة غير متوفرة لدى إيطاليا اضطرتها أنها تقوم يعني 10 مليار يورو في عام واحد؟ دليل أنه مش صدفة، الرقم كبير. إذا توفرت الإرادة في الأردن حتى لو كانت من خلال مساعدة، نتلقى مساعدات من الخارج، إذا كان هناك تطبيقات برامج تقنية، تطور في عملية الاتصالات أو برمجيات محددة يجب علينا أن تكون موجودة، خلينا نستعين بهذه الخبرات. لكن إذا ما كانت الإرادة موجودة رح نضلنا ندور في حلقة مفرغة، يعني رح نضلنا نتكلم بعد 10 سنوات أنه التهرب الضريبي، بالرغم أنه هو أداة مختلفة وأداة بالفعل قد يعني تنقذ طبعاً على الأقل وتخفف على يعني جيب المواطن. لماذا لا توجد هذه الإرادة من وجهة نظرك؟ ما هذا السؤال بتسألي الحكومة دائما، أنه يعني أنا بتذكر حتى جلالة الملك تكلم بأنه أي شيء له علاقة بالضرائب يجب الحديث عن التهرب الضريبي. شو كان حل الحكومة أو شو ردت على هذا الخطاب وهذا التصريح؟ غلظت من الغرامات، غرامات التهرب، كأنه هي يعني بدل ما أنه يعني تكافئ اللي بيدفعوا ضرائب. صح. وهي عارفة أنه مجموعة لا بأس بها لا تقوم بدفع الضرائب، غلظت هذه الضريبة. أنا بتمنى بس مرة واحدة أسمع من وزير المالية، وزير التجارة أو أي مسؤول في أي حكومة كانت حالية أو سابقة أنه يحكي للمواطنين أنه بالفعل قمنا بتحصيل ما قيمته 300 مليون 200 مليون نص مليار رقم. حتى نعرف أنه بالفعل هنالك عملية مواجهة التهرب الضريبي. ما سمعنا ولا تصريح من ذلك. معروفين بالأسماء مين المتهربين ضريبيين؟ لا والله أنا بخصوص الأسماء أكيد مش معروفة، بس بالنسبة للجهات أكيد المسؤولة ممكن يعني. ممكن يعني هاي أكيد هاي أسئلة بدك تسأليها للحكومة. كتير دبلوماسي أنت، بس يعني كمان سقفك مرتفع. أعتقد قد يكون أنه في أيضا ناس مستفيدة من
يعني جهات طبعاً أكيد أكيد. جهات حكومية، ولهذا السبب هذا التخاذل أو هذا التباطؤ. في نهاية حديثنا وكمازن رشيد، يعني هذه العقلية الاقتصادية المهمة جدا والفذة مش بوجهك يعني، ويعني بتم استشارتك في الكثير من الدول، لو كنت الآن مسؤول أو وزير، ما الذي تقوم به مباشرة للتخفيف عن المواطن وللتخفيف من مديونية الدولة؟ يعني بجوز التصريحات والكلام وخلينا نقول الخطب أسهل شيء نحكي فيها، لكن أنا بتوقع في وضع مثل الحالي هي وضع صعب، لا توجد عصا سحرية ممكن تحريكها ونغير الواقع المرير اللي بنعيش فيه حاليا، لكن بحاول أركز على الاستثمارات الأجنبية، تقليل حوافز، تخفيف الأعباء على المواطنين، ولكن طبعا حتى على الأقل يلمس التغيير اللي حصل، يلمس الإصلاح الحكومي اللي بتتكلم فيه دائما ليلا نهارا، أنه بالفعل هنالك إصلاح يعني، وحان وقت قطف ثمار هذا الإصلاح تحديدا، نهج جديد، وأكيد بيكون عندك إرادة لملاحقة المتهربين إن شاء الله. شكرا جزيلا الأستاذ مازن رشيد، أهلا وسهلا فيك، أهلا وسهلا يعني إن شاء الله الأفضل للجميع. فاصل مشاهدينا ثم المزيد يعني، وساعتنا الثالثة مع الزميلة كاثي.